وهل هناك من شروط أو أركان للاعتكاف؟ يشترط أن يكون المعتكف مسلما مميزا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس، وأما أركانه فهي المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله. فلو لم يقع المكث في المسجد أو وقع ولم تحدث النية فلا ينعقد الاعتكاف. ودليل النية معروف بالحديث، وهو إنما الأعمال بالنيات. ودليل المسجد قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والله أعلم.